اليوم راح اشارككم واحد من التمارين اللي تقدرون تسوونها بالبيت بعد، ويعتبر من التمارين كروسفيت بسيطه، تعتبر بادي ويت كلها بوزن الجسم. والفائده منها انها تقدر تحرك جسمك كامل. في ناس ما يقدرون يشيلون اوزان، عندهم اصابات، في ناس ما يقدر، في سكر، في ناس ما يقدرون يشيلون اوزان يخافون، فالتمرين يقدر يفيدهم ويحرك جسمهم ويونسهم بنفس الوقت، ويقدرون يسوونها بالبيت. الكروسفيت الحلو فيه ان اي احد يقدر يسويها، كبير صغير، يجوني كل يوم ناس اعمارهم من 13 سنه ل 15 سنه، ناس اعمارهم فوق ال 55 سنه. الحلو فيه ان كل شيء له سكيل داون، كل شيء له اوبشن، ما في شيء ما تقدر تسويه، كل شيء له خيار ثاني، خيار اسهل او اصعب للمتقدمين. وهذا الشيء اللي يميز كروسفيت عن باقي اللعبات الحين، وهذا الشيء اللي مخلي الشباب والبنات اليوم يتجهون حق الكروسفيت، وانها تكون كجروب تريننج يغير الجو ويكون احسن من التمرن بروحك، ويساعدك انك تسوي بوش حق الليمتس مالك. اول تمرين راح نسوي تمرين ضغط اللي هو البوش اب، نفس ما راح يورينا هني. انزل صدري حوش الارض، اصعد كامل، طبعا افرد ايدي بالصعده، ما تكون مثنيه، ما تكون مثنيه بالصعده لهني، اصعد لين ايدي تكون كامله. انزل مره ثانيه صدري حوش الارض، اصعد فوق، طبعا ايدي ما افتحها وايد، افتحها وايد زي برا. اذا فتحتها وايد هني تغير زاويه العضله، بس احنا نبي التمرين العادي اللي هو يكون بوضعي نفس الشولدر ليفل هني، شولدر ليفل. ودائما كوعي ما ادزه برا حيل، ما ادزه وانا نازل حيل برا، دز برا انزل، ما ادزه برا كذي، احاول ادخل كوعي داخل دائما هني، نفس ما هو مدخل كوعه احاول هني عشان اشغل العضله كامله. وفي سكيل داون حق اللي ما يقدر يسوي ضغط وده يسوي ضغط، راح تحط ركبك هني، راح احط ركبي بحيث اني انزل نص وزن جسمي، الضغط اللي على ايدي يصير نص وزن الجسم على الايد، انزل كامل صدري حوش الارض واصعد فوق كامل نفس الفكره، ايدي كامله ودائما جسمي سمته واحده سيده، ما يكون متني لما انزل، يعني ما يكون بس صدري هني، كامل انزل سيده، كل جسمك سيده كامل كامل، ينزل يصعد كامل. راح نسوي هالتمرين من 10 ل 15 عده. بعدين وراها راح نسوي في ابس اللي هي تمرين حق المعده، نشغل فيه عضلات المعده كامله هني، راح ارفع اخلي ريلي سيده ساكها ويا بعض، ايدي سيده وراي، اصعد احوش ايدي وريلي ويا بعض، المسهم اصعد ويا بعض نفس الوقت، التايمينج شيء مهم وياهم، ما اصعد ريلي قبل ايدي، ويا بعض يصعدون، ودائما المس، احاول المس جوتي. اللي ما يقدر راح يسوي معده عاديه اللي هي السيت ابس سكيل داون حق الفي ابس هني، اصعد المس جوتي، واذا ما تقدر تصعد كامل راح تصعد نص نص لين تقريبا فخذك هني، كثر ما تقدر تصعد. راح تسوي من 20 ل 25 طقه المعده، لا اوبشن سكيل داون، يا يعني ان تسوي في ابس حق المتقدمين او تسوي سيت ابس، والتمارين تساعدك انك تحرك جسمك وتقوي. اذا ما كان عندك اجهزه مثال، ما كان عندك مكان تقدر تتمرن فيه، هذا الترناتيف احسن بانك تقعد ما تسوي شيء. بعدها راح نسوي جامبنج سكوات اللي هو راح ينقز، انقز وانزل سكوات. النقزه الغرض منها ان نحرك الجسم شويه عشان نشغل النفس وياك. انقز انزل كامل نفس الفكره، دائما كعب ريلي على الارض، ودائما ما اروح على طرف اصابعي، دائما انزل ورا ابطل ريلي تقريبا مع الشولدر ليفل على حسب طولي، ودائما لما انزل ادز برا وانا نازل. وهالتمرين الفائده منه انه يشغل النفس معاك، ونفس الشيء يشغل عضلات الريل وتقريبا الجسم كامل. هالتمرين فائدته انه مثال ما عندك اجهزه، ما عندك مكان تتمرن فيه، اليوم ما تقدر تروح النادي، تقدر تسوي هالتمرين بالبيت مثال،
يعني تسوي 15 ضغط مثال، بعدين تي تسوي من 20 ل 25 معدة، بعدين تي تسوي 30 جامبينج سكوات. راح تسوي 5 راوندات بأسرع وقت تقدر عليها، بعدين تريح وراهم تقريبا 5 دقائق. طبعا لما تسوي هالتمرين تحافظ انك تكون بوزيشن صح بالسكوات، ما انزل على ركبي هني، على طول راح يحوشك عوارض بالركبة، او انه راح تحوشك اصابة، يمكن ما تحوشك اصابة اذا سويتها بأير سكوات من دون وزن، بس بعدين لو شلت اوزان او شيء سويتها كذي راح تحوشك اصابة بالمستقبل. فانت تحاول تتفادى الاصابات كثر ما تقدر بانك تسوي التكنيك الصحيح. ونفس الشيء مثل ما وريتكم الفي ابس في سكيل داون، مثال انت ما تقدر تسوي الفي ابس، معدتك مو قويه، اول مره تتحرك وما تسوي معده، راح تسوي معده عاديه، نفس الشيء ما تقدر توصل كامل المعده عاديه، تسوي نص ما وريتكم اياها. والضغط نفس الشيء، احط ركبتي عشان اشيل وزن نص جسمي بحيث ان اقدر اشيل جسمي كامل، مع الوقت راح تقوى ايدك، راح تقوى لين تقدر تشيل جسمك كامل. الضغط والمعده راح نسوي منهم 5 راوندات، كل واحد عدات معينه، وراح تقدر تسويهم بالبيت او تقدر تسويهم باي مكان، ان مثلا ما تقدر تروح النادي. بعدين لما تخلص من هالتمارين راح تسوي منهم 5 راوندات، كل واحد عدات معينه، راح تسوي تمرين المعده بحيث انه تقوي المعده بعد التمارين، اللي هو تمرين البلانك. تثبت على كوعك ودائما اخلي المعده تايت، خليها شاده المعده وياي، خلي المعده شقاله. راح تسوي دقيقه، تثبت دقيقه، مثال طحت ب 20 ثانيه، حدك 20 ثانيه، تنزل 20 ثانيه، تريح 5 ثواني، تعيد مره ثانيه، تحاول تكمل كثر ما تقدر من الدقيقه. بعدين من تخلص هالدقيقة توقتها بالتلفون، تريح الدقيقة اللي بعدها وتعيد هالتمرين 5 جولات. راح أوريكم الحين تمرين البلانك هني على كوعي، أثبت على الأرض وأحاول ما أدز فوق وايد، أحاول دائما جسمي يكون شقال كامل، ودائما أكون المعدة شادة معاي، أشقل الكور معاي وأسكر ريلي ورا، أسكر ريلي هني، ودائما جسمي سيدة، أشقل عضلات البطن ودائما جسمي سيده، ما ادز فوق وايد هني بحيث ان اشيل البرش، اذا تعبت راح يصير جسمك كذي طبيعي، اغلب اليد كذي صرت تساهم. فاحنا نحاول ننزل، ما تنزل حيل تكون سيده، بس تحاول ان تشغل عضلات المعده معك. راح تسوي هالتمرين تقريبا دقيقه، ما قدرت تسوي مثلا 20 ثانيه حدك، تريح 5 ثواني، تكمل من الدقيقه كثر ما تقدر، الدقيقه اللي بعدها تريح وتعيدها 5 جولات. كانت 3 تمارين تقدرون تسوونها بالبيت وتقدرون تسوونها باي مكان، كان تمرين الضغط، تمرين المعده اللي هو الفي ابس، او اذا ما تقدر السيت ابس، وتمرين اللي هو البلانك بعد التمارين الضغط والمعده. عن نفسي انا شخصيا كنت اسوي هالنوع من التمارين لما ما كنت اقدر اجي النادي وكانت تفيد معي. عندي لاعبين مثال ما يقدرون يجون النادي، ادز لهم تمارين مشابهه للتمرين هذا اللي يقدر يفيدهم، وانه يكون يتحرك يحرك جسمه، لانه التمارين هذه تفيدك مو بس انها تحرك جسمك، تغير نفسيتك، تغير جوك، تغير مثلا تحرك جسمك، تحرك سعراتك الحراريه اللي المفروض تحركها باليوم. ومثال يساعد وايد ناس، مثلا في ناس يكون عنده ستريس ما يقدر يطلع الستريس الا بالتمرين، هالتمرين يساعد انه يطلع من الستريس اللي هو فيه، مثلا ستريس شغل، ضغوطات برا الدوام عنده، ضغوطات برا فهو ما يقدر يوصل النادي، يقدر يسوي هذا بالبيت. وهذا من احد التمارين اللي انا افضلها، وخصوصا البنات عندنا المجتمع، البنات يحبون يتمرنون بالبيت، وهذه التمارين يقدرون يسوونها بالبيت، ويقدرون يسوون ميكس بين التمارين، يغيرون، مو شرط ان كل يوم نفس التمرين، يقدر يغير فيه. ويعطيكم العافيه، ما قصرتوا، مع السلامه.